أعلن وزير التجارة علاء الجبوري الانتهاء من ملف مستحقات الفلاحين والمزارعين المسوقين لمحصول الحنطة قريبا بعد التخصيصات المالية الأخيرة لوزارة المالية لدفعها. وذكرت الوزارة أنها استلمت مؤخرا مبالغ تصل إلى 561 مليار دينار لدفع المستحقات المتبقية لمسوقي محصول الحنطة. وأشار الوزير إلى أن التجارة بدأت أيضا توزيع ما نسبته 10% من مستحقات الفلاحين المسوقين لمحصول الشلب.